إلى كربلاء ويمضي القضاء، أبيت الرجوع ليقضى البلاء؟ إلى كربلاء ويمضي القضاء، أبيت الرجوع ليقضى البلاء؟ طلبت المسيرة لسنة حق، أردت لتحيا فكان الإباء. لسنة حق أردت لتحيا فكان الإباء. فسرت وساروا من الآل جمع، ولله كانوا هم الأوفياء. فسرت وساروا من الآل جمع، ولله كانوا هم الأوفياء. وداعا 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 أيا سبط خير الأنام، رحلت شهيدا لرب السماء. وداعا أيا سبط خير الأنام، رحلت شهيدا لرب السماء. إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء إلى كربلاء ويمضي القضاء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله وأصحابه الأحباب، وعلى من اتبع أثرهم إلى يوم الحساب. أما بعد، لقد عاش الإمام الحسين رضي الله عنه، فكانت أسعد لحظات حياته هي تلك التي عاشها في طفولته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاش الحسين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين. أيها الإخوة المشاهدون، ومهما عاش الإنسان سعيدا في هذه الدنيا، فإن مصيره بعد ذلك هو الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وحان وقت فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. لقد بكى الصحابة وارتجت المدينة بالبكاء وهم يودعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمات محمد؟ نعم، إنك ميت وإنهم ميتون. إلا أن دينه لم يمت، وعلى الحسين الآن أن يستكمل الطريق. ولم يمضي على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر حتى مني الحسين بفجيعة أخرى، وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وكأن المولى جل وعلا يريد أن يعد الحسين لما سيلقاه في الأيام المقبلة. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اقتفى المجد والعليا. أما في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم القدر الأكبر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا؟ وقد كان أبو بكر الصديق
صاحب النبي قبل البعثة وبعد البعثة، إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابنته عائشة الصديقة رضي الله عنها. كان أبو بكر الصديق في خلافته يسير بين الناس، وكثيرا ما كان يقول: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته، أي الله الله في آل بيته. كان يوصي بهم كثيرا ويحافظ عليهم كثيرا، لأنهم آل بيت من؟ حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس أبو بكر الصديق يوما من الأيام مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدمعت عينا أبي بكر ثم قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي أصل قرابة النبي أحب إلي وأعظم قدرا عندي أن أصلهم من أن أصل قرابتي، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي أن الله عز وجل أمرنا بصلة آل البيت، بل والصلاة عليهم، بل والمحافظة عليهم. فرضي الله عن أبي بكر الصديق. لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه، وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق فحمله أبو بكر، وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيمنا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هكذا كان أبو بكر الصديق مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وما رآه أبو بكر خلافته إلا انحنى مرهفا الوجدان وابتسما، وقال بولة إجلال ومرحمة: قرابة المصطفى أولى بنا رحما، أولى بنا رحما. كان عمر رضي الله عنه ممن يعرف لأهل البيت منزلتهم وقدرهم، كيف لا وهو سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفعه إلى أن يطرق باب علي رضي الله عنه ليخطب ابنته أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. وانظروا ماذا فعل عمر عندما وافق علي على هذا الزواج، انطلق إلى المسجد النبوي الشريف وأخذ ينادي في أصحابه قائلا: ألا تهنوني، ألا تهنوني أيها الناس؟ قالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. هكذا تم الزواج المبارك بين عمر وبين أخت الحسين أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عن الجميع، وقد أنجبت له رقية وزيد. وزيد هذا كان يفتخر بهذا النسب فيقول: أنا ابن الخليفتين. نعم، فأبوه عمر وجده علي بن أبي طالب، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا
ومن فلق الصباح ضياء. والمواقف التي جمعت بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين صهره الحسين كثيرة وجليلة، ومن بينها ما ذكره الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة عن الحسين بن علي رضي الله عنه عندما كان صغيرا، يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى إليه الحسين وقال: يا عمر، انزل من على منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فابتسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا حسين، إن أبي لم يكن له منبر. يقول الحسين: فأقعدني عمر إلى جنبه وقال: يا حسين، من علمك هذا الكلام؟ يقول: فقلت له: لا أحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا بني، وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم؟ يا بني، لو تأتينا وتزورنا وتغشانا. هذا موقف. وموقف آخر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال بأنه قد قدم على عمر أمير المؤمنين حلل من اليمن فكسى الناس، فأتوا إلى عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكرونه ويدعون له، وعمر رضي الله عنه كان جالسا بين المنبر وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين. لما حزن عمر؟ لأنه لم يكن في تلك الحلل ما يصلح للحسن والحسين. ماذا فعل عمر؟ عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عامله في اليمن بأن يرسل له حلتين مما يصلح للحسن والحسين ويعجل بهما. فلما وصلت تلك الحلتين كساهما عمر بنفسه وقال: الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. أقول هكذا فلتكن المحبة الصادقة. وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوانا للعطايا، فبدأ يوزع للناس عطاياهم. قالوا: نبدأ بك يا أمير المؤمنين. قال: لا، ضعوني حيث وضعني الله عز وجل. قالوا: إذن بمن نبدأ؟ قال: نبدأ بآل بيت رسول الله، فعند عمر هؤلاء أشرف الناس وأعظم الناس قدرا. فبدأ بالعطايا بآل البيت عليهم السلام ورضي الله عنهم، ثم فرض لأهل بدر عطايا خاصة لمن شهد بدرا من الصحابة. فلما وزع على أهل بدر 5000 5000 أعطى الحسن والحسين، فاعترض بعضهم، قالوا: إنهما لم يشهدا بدرا. قال: لكن لقدرهما وعظم فضلهما ولجهاد أبيهما أعطيت الحسن والحسين. كان عمر يعرف لأهل البيت قدرهم وحقهم. بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم الحسن والحسين على ابنه عبد الله في العطاء وفي الفضل، بل إن ابنه عمر، ابنه عبد الله ابن عمر، جاء إلى أبيه يوم من الأيام فقال: يا أبي، إنك تقدم الحسن والحسين علي في العطايا، فهل لا ساويتني بهما؟ لا أريد إلا أن أكون متساويا معهما. فقال عمر يخاطب ابنه عبد الله، قال: يا بني، ائتني بأب كأبيهما، يعني الإمام علي، وأم كأمهما، يعني سيدة نساء العالمين، وجد كجدهما، أعطك عطاءهما. أي أن عمر كان يعتبر أن الحسن والحسين لا كغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظم العلاقة بين الحسين وبين أمير المؤمنين سمى الحسين رضي الله عنه ولدا من أولاده باسم عمر، فكان من أولاد الحسين عمر ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه. نعم، لقد سمى الحسين رضي الله عنه أحد أبنائه بعمر ابن الحسين، وذلك من باب رد بعض الجميل لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه،
فقد كان لهذا الرجل العظيم فضل عظيم بعد الله تعالى على آل البيت عموما وعلى آل بيت الحسين خصوصا. كيف ذلك؟ إن الحسين رضي الله عنه قد انقطع نسله إلا من ابنه علي زين العابدين. من أمه؟ أمه بنت كسرى الفرس. من الذي وهبها ونفلها للحسين؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واسمعوا إلى شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يودع هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. يقول ابن عباس: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على السرير والناس يدخلون عليه مودعين، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب. وقال هذه الشهادة للتاريخ، ترحم على عمر ثم قال: والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، ويم الله، إن كنت لأظن أن الله يجعلك مع صاحبيك، وحسبت أني كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هكذا انتهت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتت بعده خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. تلكم مناقب أصحاب النبي، فما للمسلمين حال إلفهم ألما، مصاهرات وأنساب وتسمية ورحمة جل من سماهم رحما، تألقوا في رؤى الأخلاق كوكبة، وإن شد البأس كانوا للعدا رجما. في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، كان الحسين عليه السلام يحظى بأفضل رعاية واهتمام. كيف لا وعثمان بن عفان رجل حيي، رجل بكاء، رجل خاشع قارئ لكتاب الله جل وعلا. وفوق هذا كان قد تزوج خالتين للحسين عليه السلام، فالخالة الأولى بنت النبي رقية رضي الله عنها قد تزوجها عثمان بن عفان، فلما توفيت تزوج أم كلثوم خالة أخرى للحسين عليه السلام، فذي النورين كان صهرا للحسين رضي الله عنه. كان الحسين رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان معروفا ببكائه من خشية الله وكثرة عبادته وزهده في هذه الحياة الدنيا. كان رجلا قلبه معلق بالله جل وعلا، كيف لا وقد تربى في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فإن السادة العظام في هذه الأمة ليس فقط قراء وعبادا، بل ومجاهدون في سبيل الله. فقد كان الحسين في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان يستعد للقتال في سبيل الله، بل خرج للفتوحات في أفريقيا وفي غيرها، كل هذا تم امتثالا لأوامر الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت حركة الفتوحات الإسلامية، ومنها فتوحات أفريقيا، عندما خطب المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثهم فيها على الانضمام إلى جيش فتوحات أفريقيا. كان معهم كبار الصحابة
عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعهم الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم يشاركون إخوانهم في فتوحات أفريقيا. تحركوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوجهوا إلى الفسطاط، ومنها إلى برقة، ومنها تحركت الكتائب الإسلامية إلى طرابلس ثم إلى سبيطلة. كان هدفهم تطهير تلك البقاع من الاحتلال الروماني الذي أنهك الأهالي بالضرائب وسوء المعاملة، إضافة إلى إذلاله وإرهاقه. وهدفهم أيضا نشر رسالة الإسلام. فماذا حصل في تلك المعارك؟ اشتد القتال بين الطرفين، بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني، وكان الانتصار حليفا للمسلمين. وانهزم الجيش الرومي وقتل منهم مقتلة عظيمة، بل قتل الحاكم البيزنطي جرجيوس، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، وقدموا الغالي والرخيص في فتوحات أفريقيا، كيف لا، ومعهم أجلاء الصحابة، ومنهم الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا. سبط النبي وبحر الجود إن عبسات، وفارس الفتح لما يبلغ الحلما، والمنتطي صهوات المجد من صغر، والحرب تقذف من بركانها حمما. ريحانة المصطفى حب الصحابة، من كمثلهم يحفظون. في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت هناك فتوحات عظيمة. أراد عثمان بن عفان أن يفتح المسلمون جهة المشرق إقليم طبرستان، فأعلن في الناس أنهم سيغزون تلك البلاد ويفتحونها بإذن الله جل وعلا. فتقدم الصحابة الكرام كلهم يريد الغزو في سبيل الله، يريد أن ينال الأجر في سبيل الله في الجهاد. فإذا بعثمان بن عفان يؤمر على الجيش سعيد بن العاص، وفي الجيش مئات بل ألوف من الأبطال، فيهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أجلاء الأنصار والمهاجرين، وفيهم الحسن والحسين. إنه جيش الإيمان باتجاه إقليم طبرستان في جهة المشرق، يرفعون راية التوحيد، يدكون الأرض بقولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحسن والحسين بجوار عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وباقي صحابة رسول الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. يتسلقون الجبال ويتجاوزون الأنهار ويتجاوزون الطرق والشعاب باتجاه طبرستان لفتحها بإذن الله جل وعلا. وصل جيش المسلمين إلى مدينة اسمها قومس من إقليم طبرستان وفتحت. ثم تقدم جيش المسلمين مرة أخرى إلى مدينة أخرى تسمى جرجان. أما هذه المدينة فقد فتحت صلحا بين المسلمين وبين أهلها. ثم تقدم جيش المسلمين أكثر، وفيهم الحسين ابن علي ومعه أخوه الحسن رضي الله عنهما، حتى وصلوا إلى مدينة تجمع الكفار فيها اسمها طميسة. فحصل فيها قتال عنيف بين أهل الإيمان الذين يقاتلون في سبيل الله وفيهم الحسين ذلك البطل، وأهل الكفر الذين يقاتلون في سبيل الشيطان، يقاتلون هؤلاء في سبيل الله وأولئك في سبيل الشيطان. حتى فر الكفار إلى حصن من الحصون فتبعهم المسلمون المؤمنون المجاهدون،
وفتحت طميسته بإذن الله جل وعلا. وهكذا طبرستان ذلك الإقليم العظيم في المشرق فتح بحول الله وقوته ثم بجهاد أهل الإيمان وأهل الإسلام. هكذا كان الحسين عليه السلام في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ما سمع بغزوة أو معركة إلا ثار إليها يقاتل في سبيل الله، كيف لا والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب البطل الشجاع أبو الحسن حيدرح الذي يقاتل في سبيل الله ولا يهاب الموت أبدا. ريحانة المصطفى أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اقتفى المجد والعليا. وبعد حدوث الفتنة العظيمة التي قادها الحاقدون والأعلاج من غوغاء القبائل والتي تسببت في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، نرى كيف حوصر هذا الرجل العظيم ذي النورين في داره حصارا شديدا، بل منع من الخروج إلى الصلاة، وأكثر من ذلك منع عنه الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشا. أحس الصحابة أن الأمر جلل وأن الخطب عظيم فهبوا لنجدته، إلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفض أن يراق دم بسببه. ومع ذلك أرسل كبار الصحابة رضوان الله عليهم أبناءهم إلى دار عثمان للدفاع عنه، فأرسل الزبير ابنه عبد الله، وأرسل علي الحسن والحسين، وانضم إليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وبعد أن اشتد الحصار حمل الحسن جريحا من الدار يوم الدار دفاعا عن صهره عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأرسل علي 3 قرب مملوءة ماء بعد أن كاد أهل عثمان أن يموتوا عطشا. لكن الأحداث تسارعت، فماذا حدث بعد ذلك؟ وثب هؤلاء الحاقدون الأعلاج غوغاء القبائل على دار عثمان وقتلوه في داره وهو يقرأ القرآن. غضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتألم، والتفت إلى أهل بيته، التفت إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وقال: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟ بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لم يبق في المدينة أحد يبايع إلا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو الحسن إنه الذي أحبه الله ورسوله، إنه البطل أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما، بل أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايعه أهل المدينة جميعا. أما معاوية في الشام فإنه أجل البيعة واعترض حتى يقتص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب أراد القصاص، لكنه رأى التأجيل حقنا لدماء المسلمين، لكن معاوية اعترض وأصر على القصاص قبل البيعة وقبل غيرها، فأصر كل طرف على رأيه، وكان الحق مع علي بن أبي طالب، فصار قتال شديد بين المسلمين في معركة سميت معركة صفين. لكن فضل الله عز وجل على المؤمنين أن القتال توقف وأن الدماء حقنت بتحكيم صار بين الطرفين. رضي المسلمون جميعا بهذا التحكيم إلا فئة مارقة. لما رجع الإمام علي إلى الكوفة بدأت تثير الشغب بين المسلمين. من؟ إنهم الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون ولا يفهمون. أخذوا يثيرون الناس على الإمام علي بن أبي طالب: كيف رضيت بهذا التحكيم؟
لا حكم إلا لله، تعلمون الإمام علي أبا الحسن ذلك الفقيه العالم الذي علمه رسول الله، تعلمونه حكم الله جل وعلا. حتى في المسجد لم يسلم الإمام علي منهم، يثيرون الناس ويصرخون فيقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فرد عليهم الإمام علي فقال كلمة حق، أي لا حكم إلا لله، لكن أريد به باطل، أريد بها باطل. وإذا بهم يثيرون الناس والشغب والفتن في صفوف المسلمين، حتى وصل الأمر إلى أنهم قتلوا بعض أصحاب النبي، منهم عبد الله بن خباب قتلوه، وقتلوا زوجته وهي حامل، وبقروا بطنها وقتلوا جنينها. هكذا كانوا يفعلون، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاضطر الإمام علي إلى قتالهم، فحصلت معركة شديدة سميت بالنهروان، كسر فيها شوكتهم ومزق جمعهم وشتت شملهم وهزم الخوارج شر هزيمة. أما إمامنا الحسين رضي الله عنه فقد كان مع والده في كل تلك المعارك والمشاهد، وشهوده لهذه المواقع أكسبته صبرا في الشدائد إضافة إلى الشجاعة والقوة، لكن المبنية على الأخلاق. فقد كان علي رضي الله عنه يتفقد قتلاه ويمر على قتلاه وقتلى معاوية فيقول غفر الله لكم، غفر الله لكم وللفريقين جميعا. وبلغه مرة أن في جيشه من يلعن ويشتم جيش الشام، فبعث إليهم أن كفوا عن هذا الفعل، فتعجبوا وقالوا لعلي بن أبي طالب ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي رضي الله عنه بلى، بلى ورب الكعبة، ولكني كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لهج به. فانظروا أيها الإخوة المشاهدون إلى روح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تلك الروح التي تعلم منها الإمام الحسين كثيرا كثيرا. وبعد أن هدأت الأمور قليلا بعد معركة النهروان التي قتل فيها الخوارج كثيرا، انتدب ثلاثة منهم واجتمعوا بمكة وتعاقدوا على جريمة كبرى، وهي اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع. وفعلا قام المجرم عبد الرحمن بن ملجم بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ذاهب لأداء صلاة الفجر بخنجر سمه أسبوعا. وانتقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدار الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت خلافة الحسن بن علي، فماذا حصل في خلافته؟ ومضيت حسين إلى سفر، والأمة أرقها السفر، وقفت تثنيك بلا جدوى، ودموع الصحبة تنحدر. ومضيت حسين إلى سفر، والأمة أرقها السفر، وقفت تثنيك بلا جدوى، ودموع الصحبة تنحدر. ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور، وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر، ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر. وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر،
ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك